إن كل شيء خلقناه بقدر. ما معنى هذا؟ معنى أن كل شيء في هذا الكون نزل بتقدير الحكيم العليم. فالله تعالى هو الذي خلق هذا وجعله غني، وخلق هذا وجعله فقير، وخلق هذا وجعله مريض، وخلق هذا وجعله كل الناس. الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم ما يراه بخبرته. يقول سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو كان كل الناس أغنياء، ما رأيك لو كل الناس أغنياء شو بيصير؟ كيف تصير الحياة؟ والله ما نستطيع نعيش، ما نستطيع. ليه؟ ما راح أحد يتوظف، ولا أحد يشتغل، ولا راح تلقى ولا واحد يشتغل في البلدية، ولا واحد يشتغل صناعي يصلح سيارتك. ليه؟ كلهم أغنياء. تتعطل الحياة، لابد من غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض. هذه الحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير. هو الخبير، هو اللي يعرف حالته، وهو الذي يعرف ما هو ما ينفعك أو يضرك. ولذلك عندما ينزل البلاء، مصائب الدنيا هذه عندما تنزل، فأنت أحد ثلاثة أشخاص. النوع الأول من الناس قد يكون إنسان صالح مصلح ما بينه وما بين الله، وطائع ولا عنده ذنوب، وبار بوالديه، مؤدي لصلوات، ما شاء الله أموره كلها ممتازة، ومع ذلك ينزل عليه المرض، وينزل عليه الدين، ويعيش في فقر وفاقة، ويدعو ويدعو ولا يستجاب له. طيب، هذا نوع من البلاء. ننظر إلى حالة هذا الإنسان، إن كان والله كما كان فعلا، يعني إنسان ما فيه أي مشكلة لديه بينه وبين الله، فنحن نقول له هنا: لا تقلق، فإن لك في الأنبياء قدوة حسنة. الآن من هو النبي الذي دفن ستة من أولاده بيده؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو النبي الذي فقد ابنه 40 سنة؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي بيع كما يباع العبيد؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي هده المرض ومات أولاده كلهم وفقد حلاله كله وأصبح في مرض حتى إن زوجة الناس كلهم عافوه؟ أيوب عليه الصلاة والسلام. طب هل كانوا عصاة؟ هل كانوا مذنبين؟ لا، ولكن هؤلاء أراد الله رفعتهم ولذلك ابتلاهم. فإذا كنت على خير وطاعة وجاك الابتلاء فاحمد الله واشكره. الله يريد أن يرفعك. الله نظر إلى صلاتك فإذا بها ضعيفة. ما أنت صاحب قيام ليل، ولا أنت صاحب صيام، ولا صح أنك رجل مصلح ما بينكم وبين الله، لكن عبادات ضعيفة. فيبتليك الله بالأمراض عشان يرفعك. ليه؟ لأنك تستحق أن تكون في الفردوس الأعلى، ما تكون في أطراف الجنة. علشان كذا ارضى واقبل وقل الحمد لله. ما نزل من الله من بلاء فهو بحكمة، وما نزل من الله من سرر ضراء فهي بحكمة، وما نزل من الله من نعمة فهي بفضل منه سبحانه وتعالى. إذا صبرت فثق بقول الله تعالى لك يوم القيامة: إنما يوفى الصابرون أجرهم كم؟ بغير حساب. تدري ما معنى بغير حساب؟ الحين أنت لما تريد أن تنفق شيء تبدأ تحسب كم بنحط في العشاء، وكم بنحط للسيارة، كم بنحط وكم بنحط. حسب. ليه؟ يعني طاقتك محدودة. الله لا يحسب، يعطي العطاء العظيم لأن خزائنه لا تنفذ أبدا، وهذا هو عطاء الله للصابرين. النوع الثاني من الناس هو عبد صالح لكنه لعو، صاحب سفرات، يعني عنده مال فيستخدمه أحيانا في المحرمات، لكنه يصلي وطايع، لكن غرقان في الذنوب. هذا الإنسان قد يبتليه الله عز وجل، لكن ابتلاء الله له هو تذكير وتنبيه. ماذا يقول ربكم جل جلاله؟ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا ربي ظهر؟ يعني الله قد يفسد على العبد ماله، يفسد عليه صحته، يفسد عليه حياته عموما. لماذا؟ قال: بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوبك، بسبب أخطائك، بسبب تصرفك الخاطئ بهذه النعمة. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شفت رحمة الله فيك؟
فالله شاف بك تلعب في المال يأخذ منك المال. ما يصلح تصير غني، لازم تصير فقير، لأنك لو صرت غني فسدت. فما دامك فقير يزيدك في الصف الأول في المسجد، تعرف ربك خلاص يجيبك الله في المسجد. إذن إذا رأيت عندك ذنوب وخط أخطاء ثم جاءك الابتلاء، فاحمد الله أن الابتلاء جاء في الدنيا ولم يؤخر إلى الآخرة. وارجع وراجع نفسك وأصلح، ترى يمكن أنك أنت جالس تشتغل تقول ليه أنا ماني قاعد أكسب في تجارتي، وعمالك يدعون عليك في آخر الليل أن الله ينتقم لهم منك لأنك مؤخر حقوقهم ورواتبهم. عشان كذا فتش في نفسك عشان تصلح حالك. النوع الثالث من الناس هذا اللي غرقان في الذنوب والمعاصي، ومع ذلك لا يرجع ولا يتوب، ويمكن يلحد في الله، ويمكن يعلن الكفر بالله، ويمكن يشكك في أمور الدين. هذا قد لا يأتيه أي بلاء، يمكن يعيش بالعكس تجارته تزيد، ويمكن يرى أن صحته أحسن، ويمكن يرى أن النعم تنكب عليه بعد. انتبهوا يا أخي، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال، اسمعوا الكلام هذا مهم لا نريد الإطالة، قال يا حسن إني سمعت أن لكل معصية عقاب. قال نعم. قال طيب أنا عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني، ما عندي أي معاقبة. فقال له يا بني بل كم عاقبك الله جل جلاله وأنت لا تدري. قال كيف؟ قال ألم يسلبك حلاوة المناجاة؟ ألم تمر عليك الأيام والأيام دون أن تقرأ آية من كتاب الله؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من صلاة مع العباد؟ ألم يمسك لسانك عن ذكر الله عز وجل؟ ألم تثقل عليك الطاعة؟ ألم تسهل عليك المعصية؟ ألم تنسى الآخرة ولم تفكر فيها؟ قال نعم. قال هذا هو العقاب، العقاب أن الله يكره منك الطاعة فلا يعينك على الطاعة. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائد. انتبه، هذا أخطر أنواع العقاب. إن الله سبحانه وتعالى ما يحبب إليك الإيمان ولا يعينك على الطاعة. لماذا؟ لأنه اختبرك في المرحلة الأولى واختبرك في الثانية وكلها تفشل، فلما رأى أن الله لا فائدة منك تركك. من المحتاج للآخر؟ أنت لله ولا الله لك؟ أنت المحتاج. ولذلك ننتبه يا إخواني، هذه المصيبة خطيرة جدا على العبد، فننتبه لقلوبنا وننتبه إذا جاءتنا المصائب نتعامل معها بالرضا، نشوف نفتش في حالنا على طول. خلنا اختصر لك الكلام، إذا جاءتك المصيبة أول ما تنزل عليك المصيبة فتش في نفسك، إن كانك من النوع الأول احمد الله واشكره بالله الثبات، وإن كانك من النوع الثاني فتش في نفسك وأصلح حالك وصلح أمورك لأن هذا تنبيه لك من الله، وإن كانك من النوع الثالث اللي هو غرقان ارجع 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 فقد يأتيك الموت في أي لحظة. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع الكلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اسمع ماذا يقول لك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب إيش بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. فأسأل الله أن يكفينا شر ختم القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليش؟ إنه بعباده خبير بصير. إذن أنت الآن عندما تأتيك الأقدار اصبر وثق أن القدر الذي جاءك من أرحم الراحمين ومن أعدل العادلين ومن الذي يعلم أين الخير لك. هل الخير أن تعيش مريض أو تعيش صحيح؟ هل الخير أن تبقى مديون أو تكون إنسان تاجر؟ إن الله تعالى لا يعجل لعجلة عباده. العباد يعجلون، شو معنى يعجلون؟ يبغى اليوم يخلص الدين، يبغى اليوم يطيب من المرض،
يبغى اليوم ينتهي من مشكلته، يا رب فكني من هالأزمة يا رب، فتجده عجل يبغى يخلص بسرعة. لكن الله لا يعجل لعباده حتى ينتهي تدبير الأمر كما يريد الله، ثم بعد ذلك يعطيك الله ما هو خير لك. مثال، أعطيكم مثال للتقريب. لو أن أما تطبخ أكلا، الأم دخلت المطبخ تطبخ، وابنها جائع جوع شديد، وجاء عند أمه وهي تطبخ، الأكل ما زال على النار، أعطيني أكل أنا جائع، ويبكي ويتلوى تحت قدميها، هل الصح أن تعطيه الأكل الذي لم ينجح بعد فيتأذى منه بدل ما يشبع، أو تقول انتظر 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 حتى يستوي الأكل ثم تعطيه الأكل؟ أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. أنت قاعد تدعي، ما هو من مصلحتك أنك تطيب الآن، ليس من مصلحتك أنك تفتك من الدين الآن، ليس من مصلحتك أنك تسافر لبلد الفلاني، لي الله الذي يعلم. ولذلك ما يعطيك كل ما تريد، إن من رحمة الله بك ألا يعطيك ما تريد أحيانا. عشان كذا عود نفسك دائما على الثقة بالله والصبر على أقدار الله، وكن دائما إذا جاءتك المصيبة تقول إنا لله. أنا إيش معنى إنا لله؟ يعني أنا ملك لله وإنا إليه راجعون. هل يمكن للعاقل أن يفسد في ملكه؟ أنت تروح بيتك تقطع الفرشات تكسر اللمبات، ويمكن هذا مستحيل. طب أنت الآن لله، ملك لله، فهل يمكن أن يبتليك الله فقط فساد؟ لا أبدا، يجب أن تثق إذن بأن الله في عطائه وفي ابتلائه ذو حكمة، وبذلك تستطيع أن تصبر على أقدار الله. الصبر أيضا على طاعة الله، هذا النوع الثاني من الصبر، الصبر على طاعة الله. الآن يا إخوة، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الكتاب؟ يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لازم تصبر نفسك على الطاعة. ولذلك يا إخواني، الصبر ثوابه عظيم. لماذا؟ لأن الصبر معناه أنك تخالف هوى النفس، تخالف هوى نفسك. نفسك تحب النوم، أليس كذلك؟ الله يحب أنك تقوم الليل، فعندما تترك مراد النفس وتقدم مراد الله وتترك النوم من أجل الله، يعجب الله من صنيعك كيف استطعت أنك تتخلص من شيطانك، يعجب الله منك. لذلك الذين يعجب الله منهم ثلاثة، واحد منهم كان في قتال في حرب مع الكفار، فلما رجع الناس خافوه واستمر يدافع عن دين الله حتى مات، فيعجب الله من صنيعه. والشخصين الآخرين، واحد متزوج بزوجة حسناء جميلة يتركها ويقوم يصلي بين يدي الله الليل، فيعجب الله من صنيعه. والثالث يكون جاي من سفر تعب وإرهاق، فإذا نام الناس قام هو يصلي بين يدي الله. هنا يسأل الله تعالى ملائكته ما الذي دفعه على ذلك؟ ليش؟ قالوا رجاء ما عندك وخوف مما عندك، يعني رجاء الجنة وخوف من النار. فيقول الله قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. لماذا؟ في صبر. الآن أعطيكم مثال ثاني، بر الوالدين. بر الوالدين، أعطوني آية في القرآن تحث الأم والأب أن يكونوا يحبون عيالهم أو يبرون بعيالهم. الآية الوحيدة اللي في القرآن تحث الأب على الأبناء هي في قضية الميراث والعدل، لكن لا يمكن تجد لا آية ولا حديث تنصحنا نحن الآباء أن حنا نحب عيالنا. لماذا؟ لأن حب الآباء لأبنائهم فطرة، فطرة ما يحتاج، الله قذفها في القلوب علشان يتحملون أطفالهم. لكن حب الأبناء للآباء لا، ما صعب، لا يمكن تحب أنت أبوك مثل ما أبوك يحبك، مستحيل. ولن تعرف قيمة حب أبوك حتى تنجب أنت الأولاد، فتعرف هذا الطفل الذي أنت تتألم لألمه، هذا نفس الشعور موجود عند أبوك، هل شعورك هذا موجود تجاه أمك أو أبوك؟ لا.
ولذلك يأتيك في القرآن دائما الحث على البر، ويعطيك الله الأجور العظيمة على البر، ويأمرك الله عز وجل أن تصبر عليهم. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. عرفت كيف؟ عرفت لماذا يتميز أهل الصبر؟ ليش أهل البر يتميزون؟ لأنهم استطاعوا أن يصبروا. ليش أهل قيام الليل هم أفضل الناس والذي سماه شرف المؤمن؟ لأنه يحتاج صبر. لماذا المحافظة على الصلوات ترفعك وتجعل الله يحبك؟ لأنها تحتاج إلى صبر. لماذا الصيام؟ لماذا الصيام يقول عنه الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ لأنه يحتاج إلى صبر. كل عبادة تحتاج إلى صبر. ما هو جزاؤها؟ جزاؤها هذه الآية، احفظوها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يقول لك مليون حسنة ولا بيت في الجنة، لا لا، بغير حساب. لماذا؟ لأنك استطعت أنك تقهر نفسك وتصبر على طاعة ربك. لذلك إذا أتيت يوم القيامة يعطيك الله، وإذا أعطاك الله ماذا سيعطيك؟ يقول لك بغير حساب. فما أجمل عطاء الكريم إذا أهب. لذلك يا إخواني لازم نقرأ عن الصبر، لازم نتعلم الصبر. الصبر ما أعطيك إياه أنا في خطوة، افتح اليوتيوب مثل ما أنت قاعد تفتح كل المقاطع واقرأ كيف أتعلم الصبر، كيف أصبر. لماذا؟ لأنك إذا استطعت أنك تصبر قهرت الشيطان وسرت على طاعة الرحمن وفزت بالفلاح. ويقول الله كما قلت في بداية حديثي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وإيش؟ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحياة صبر ساعة كما قال عليه الصلاة والسلام، ساعة. ترى الدنيا كلها اللي تشوفها لي ساعة. لذلك إذا بعث الناس يوم القيامة يقولون كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أقل. كل اللي ترى هذا. فلذلك اصبر، اصبر حتى تفوز بما عند الله من الخيرات. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هناك نوع من الطغيان اسمه الطغيان في الافتراء على الآخرين، أكل حقوق الآخرين. تجد مثلا إنسان قوي يخاصم ضعيف في ماله، أو مثلا رجل يخاصم زوجته لأنه قوي متجبر وهي ضعيفة لا حجة لها ولا مالها نصير، أو قوي حجة يجادل من هو أضعف منه في عمله وهو يعلم أنه على باطل طبعا، أو متسلط يهرب من المسؤولية فتجده يفتري على الآخرين ليبري نفسه ثم يقول: من ذمتي لذمتكم. إذا وقف أمام القاضي، لأنه هذا بعض الناس مثلا تجده معه محامي جيد، أو مثلا لديه لسان ذرب يستطيع أن يتحدث ويتكلم بفصاحة، وخصم ضعيف لا حجة له ولا ما يقدر يواجه هذا الطاغية. بعض الناس ترى سبحان الله متحايل مكار يعني فاجر خصيم، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، ذم هذا الإنسان الذي يفجر في خصومته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام. نعوذ بالله من هذه الصفة. هؤلاء الذين يعني استطاعوا أنهم ينتصروا بكلامهم، ينتصروا بواسطاتهم، يشترون الشهادات ويزورونها، ثم بعد ذلك يأتون إلى القاضي فيحكم له القاضي، يظن هو الآن أنه خلاص خلت مسؤوليته مدام القاضي حكم، خلاص من ذمة القاضي. لا يا حبيبي، لا لا يا حبيبي، انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يوجد المحامين وغيرهم، قالها. وقال ماذا؟ قال: إنما أنا بشر. أنه كان يقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر، وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يعني كلامه أحسن وأحكم ومضبط الأمور وضابط الشهادات وإلى آخره، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. خلاص أنا أقضي بالظاهر. الآن القاضي ما عنه شيء. لماذا؟ لأنه يقضي بالظاهر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، والله المسألة ما هي سهلة. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. انتبه، هذه قطعة من النار.
يقولون في بلاد الشام أنه كان هناك رجل يريد دينا من رجل، رجل يريد دينا من رجل، تمام؟ فذهب إليه وقال سددني. فقال صاحب كان المدين كان عنده مزرعة ولم يكن يريد أن يبيعها حتى لا يخسر، قال له يا أخي انتظرني اصبر علي شوي، أنا عندي المزرعة دي لو أنا بعتها الآن انكسرت، ولو يعني يسرت علي فأنا معسر. رفض صاحب المال وتحايل عليه وقال خلاص اكتب أو ارهن المزرعة عندي واكتبها باسمي رهن، فإذا يعني نعطيك فرصة سنة إذا سددت، وإلا فإني إيش أبيع المزرعة. اتفقوا، صاحب المزرعة رهن المزرعة عند صاحب الدين وأعطاها إياه. ثم بعد فترة من الزمن وقبل أن يحل وقت الدين استطاع أن يحضر المبلغ الذي لصاحب الدين، فجاءه يعني صاحب المزرعة جاء عند الذي أخذ منه المزرعة ورهنها وقال هذا مالك خذه وأعد لي مزرعتي. فضحك الرجل وقال أي مزرعة؟ قال التي رهنتها عندك عشان ديني. قال خلاص المزرعة لي وأنا بعتها. قال طيب مالك حق تبيعها؟ أنا ما اتفقنا أنك تبيع، أنا أريد مالي، وأن تعرف أن المزرعة ذي تساوي أضعاف هذا الرقم الذي لك. فرفض وقال خلاص الموضوع انتهى، ورفض أن يعيد له المال ورفض أن يعيد له المزرعة. فذلك الرجل انكسر وتألم وحلاله ضاع من بين يديه، فماذا يعمل؟ ما الحل؟ لجأ إلى الله عز وجل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الذي أقوله لك. الذي باع المزرعة هذا اللص هذا ما شاء الله أخذ الأموال ونمى ثروته وزاد رزقه، وظن بذلك أنه يعني أمن من مكر الله عز وجل، وذلك المظلوم الذي أخذ ماله ازداد غمه وهمه حتى جاءه مرض القلب وكان في حالة الموت والاحتضار. ثم بعد ذلك قال لابنه وصية، قال يا بني إذا أنا مت خذوا جنازتي وضعوها أمام دكان ذلك الظالم، وأنا في الأرض ممدود عنده ناده خلوا يجيني، فإذا جاء الرجل قل أبي الميت هذا يقول لك لقد فررت من قاضي الدنيا وإني أنتظرك عند قاضي الآخرة عند الله عز وجل، عند الذي لا تخفى عليه الخوائف. فانتبهوا يا إخواني من طغيان أكل حقوق الناس، فوالله إن هذا الذي فعله هذا الرجل ما هو إلا قطعة من النار سوف يجدها أمام الله يوم القيامة، والله يعين هذا الإنسان. من الطغيان أيضا يا إخواني أكل أموال الورثة خاصة النساء، تجد سبحان الله العظيم يعني ينزل يموت الأب ثم بعد ذلك يكون هناك إرث، فتجد الأولاد عندهم مثلا أخوات متزوجات أو كذا، فيقولون كيف نعطي حلالنا لزوج فلانة؟ وما هو لزوج فلانة، هو لأختكم، هذه لها نصيب مثل مالكم. فتجدهم سبحان الله العظيم يمنعون حقها من الإرث، وقد تكون محتاجة، قد تكون فعلا تريد هذا المال ولم تعطيه إياه من طيب نفس، أو أحيانا أسكتت عن حقها لأنها تستحي تخجل تخاف أنها يعني تقطع رحمها، عندها إخوان طغاة. فهذا الذي يتسلط على أموال الورثة، في آيات الورثة انتبهوا فيه خاتمة عجيبة جدا يختمها الله عز وجل في آيات الورثة، ما هي؟ في كل نهاية آية يختمها الله عز وجل باسم العليم أو بصفة العلم، فمثلا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. في الآية الثانية وصية من الله والله إيش عليم حليم. وفي الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ماذا عليم. فكثير من أكلة المواريث يصيبهم الجشع والطمع ويجحدون حق إخوانهم ونسوا أن الله سبحانه وتعالى عليم بتصرفهم هذا، وأن المظلومة هذه لها رب يوم القيامة شاهد على ما فعلوا وسينصفها يوم القيامة. فاتقوا الله في أموال الأيتام، هذه يتيمة وأنت أكلت مالها، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. انتبهوا من الطغيان بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حذر من المال وفتنته، فقال ما ذئبان أرسل في غنم
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، بارك الله فيكم، من أخذ أموال الناس. من الطغيان أيها الإخوة العون في ظلم الآخرين. يعني مثلا نعود إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، إخوان عندهم أخت أو أختين، زين، أو قد يكون عندهم إخوة من 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 أبيهم من أم ثانية لكنهم ضعوف وصغار، فتجد المتسلط أو الكبير يحكم بما يراه ويظلم حقوق الناس. طيب والأخوة البقية يقول إحنا ما لنا دخل، هذا أخونا الكبير ويتصرف. لا يا حبيبي، إعانة الظالم في ظلمه من الظلم، ولذلك هذا من الطغيان، أن تعين الظالم، أن تعين الظالم على ظلمه. فتجد سبحان الله العظيم يظنون بذلك أنهم يسلمون، وهذا غلط. ماذا يعني؟ شوفوا، من حال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أعيد، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا قس عليه هذا الأخ الذي يرى الظلم ولا يقف معه، موظف يرى ظلم المدير على موظف آخر فيسكت عن الحق ولا يقف مع المظلوم، أو يطلب للشهادة فيرفض. إن أيا كان، الصور كثيرة ولا تخفاكم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة ترى ما في سداد فلوس، فليس دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلم، انتبه، العقاب ترى مو بس في الآخرة بل حتى في الدنيا، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله، تخيل إنسان يعيش 50 سنة 60 سنة بعد ظلمه لأحد العباد، أو بعد مثلا أن يعني يطرده من عمله، أو يأكل ماله بالباطل، أو يؤذي هذه الوريثة، أو يظلم الزوج، أي ظلم كان، ويعيش وقد أخذ حقوق الناس في ترف، هذا كل عمره هو يعايش في سخط الله، لم يزل في سخط الله بشرط واحد. ماذا قال؟ قال حتى ينزع. حتى إيش؟ حتى ينزع، إلا إذا تحلل من هذا الأمر يرتفع عنه سخط الله. الحين بعض الناس يقول يا أخي أنا أدعي ولا يستجيب الله لي، ليش؟ فتش فتش، يمكن أنك أنت تقوم تدعي وفي واحد آخر ظلمته أنت يوما ما أقوى منك دعاء، ودعاءه يصل ويحجب دعائك الذي ترفع إلى الله. فتشوا في أنفسكم يا إخواني، انتبه، بارك الله فيكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في إكمال الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني أنت قلت إن هذا ظالم وهو ليس بظالم مثلا، أو تقول هذا يريد أن يأخذ مال ليس له، فمعنى هذا خيانة للأمانة وهو ليس بصحيح. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس، متى؟ يوم القيامة، في ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال يا أحبابي؟ هي صديد أهل النار الذي يخرج من الذين في النار، يجتمع في مستنقع كبير، هذا المستنقع اسمه ردغة الخبال، يحبس فيه، يعني يغمس فيه حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني يتحلل مما قال، اثبت ان هذا فعلا ظالم، او ان هذا كافر، او ان هذا فيه ما فيه، انت وصفته بصفات ليست فيه، اثبت. اخواني ترى حرمة المؤمن عظيمة عند الله عز وجل، يجب ان ننتبه، بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، والألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود. أيضا يا إخواني، من الطغيان طغيان الإنسان باستمراء الذنوب، التمرد على الله، تجد سبحان الله العظيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها، تأتيه العبر والعظات فلا يلتفت، يسمع كل يوم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجده ولا يعترف أصلا في الصلاة، يجد سبحان الله العظيم من ذنب إلى ذنب إلى ذنب، والله يقول له ونخوفهم 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 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تجده أحيانا يخسر في ماله فيذهب ليرابي لكي يعيد المال، يا أخي الله سلب منك المال عشان ينبهك، فتأتي بمصيبة أكبر من أجل أن تعيش على الظلم. انتبهوا يا إخواني، لازم إحنا ننتبه لأنفسنا. الإنسان عندما يستمرئ الذنب يختم الله على قلبه، تدريش معنى يختم الله على قلبه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذنوب تعرض على القلوب كالعود حصيرا، كالحصيرة يعني فيها عود 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 عود، كذلك الذنوب نقطة 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 نقطة، كل ذنب نقطة سوداء،
إذا لم تتبع السيئة بحسنة عشان تمسحها تستمر النقطة السوداء، فتجد نقطة سوداء على نقطة سوداء، تذهب هذه بالتوبة، فإذا لم يتب استمرت الذنوب واستمرت الذنوب واستمر السواد حتى يصبح القلب كالغربال، يعني أسود، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال كالكوز مجخي، يعني شفت الكاس إذا قلبته لا يمكن أبدا أن يصل إليه الماء، كذلك بعض القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فيختم الله على قلبه. إذا ختم الله على قلبه يلا راح دور أحد يفتح على قلبه. شوف الآية هذه احفظوها وانتبهوا لها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو لم يسجد لصنم، لا، هو قدم مراده على مراد الله، صلى ما راح أصلي، هذا حرام لا أباكله، هذا ما يجوز لا سأفعله، خلاص أصبح هواه هو المقدم على الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص الآن الله إذا كره من العبد الطاعة ختم على القلب، من يقلب القلوب إلا الله عز وجل، ختم على سمعه، فتجده لا ولا يعني ما يزدري أصلا ولا يستمع لكلام الله ولا للمواعظ، وكم من خطيب وكم من آية تقرأ ولا يهتم. وقلبه، ختم أيضا على سمعه وقلبه، تمام، وجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو يدري أنه ضال لكنه مستمر معاند. شو هنا في فرق بين الجاهل وبين المعاند، لذلك خص الله عز وجل وقال على علم، يعني هو يدري أن هذا غلط ومستمر معاند. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص ما يرى، يعني لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعوذ بالله، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. يقول تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. العين أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن العين حق، وأنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. قد تخرج العين من الإنسان على نفسه، وقد تخرج من نفسه على حبيبه، ابنه أو زوجته أو إلى آخره، وهذا يحدث، يعني بالمتابعة وجد كثير من الناس سبحان الله أحيانا يؤذون أنفسهم وهم لا يشعرون ويؤذون أحبابهم وأبنائهم. ولذلك الإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن دائما كلما رأى شيئا جميلا أن يبرك. وهنا أنبه إلى قضية، البعض إذا رأى شيئا جميلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ليس هو التبريك. التبريك أن تقول تبارك الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تقولها إذا رأيت النعمة عندك أنت، كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن الذي تقول للآخرين تقول اللهم بارك، وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ألا بركت، أي قلت بارك الله تبارك الرحمن. فلذلك كلما رأيت شيئا جميلا قل تبارك الرحمن، أو قل ما شاء الله تبارك الله، يعني تضيف كلمة تبارك إلى ذلك، وبذلك يسلم الناس من شيء قد يخرج منك أنت فيصاب به غيرك. العين أيها الإخوة خطيرة جدا إذا أصابت الإنسان، ولكن لا بد علينا أن نتجنب العين قبل حدوثها. لماذا علمنا التحصين والأذكار؟ لماذا علمنا أن نقرأ المعوذات؟ لماذا علمنا دائما أن نقرأ ذكرا في الصباح وذكرا في المساء؟ الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن الذي يحميه من العين هو الله فقط. لماذا؟ لأن العين ليست سلاح، ليست سكين ولا سهم، ولا هي شيء مخفي يتعلق بالروح، والروح لا يحميها إلا خالقها جل جلاله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذن هذا أمر غيبي لكنه يحدث ويصيب. ولذلك على الإنسان أن يحتاط بما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أصبحت تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، هذا تعويذك أنت لنفسك، تعويذك لأبنائك أو لمن تحب. لا تقول قل أعوذ برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق،
أعيذكم برب الناس، لأن بعض الناس يخطئ في قضية تعويذ الأبناء فيقرأ عليهم سورة الفلق وسورة الناس. لا، هي ليست بهذا. قراءة سورة الفلق وسورة الناس تنفع قارئها، لكن أن تريد أن تحمي أبنائك أو تحصنهم تقول أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره. كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها كل يوم 100 مرة يحميك الله. والله يا أحبابي هذا الدعاء لازم نحرص عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها 100 مرة كل يوم كتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل منك يوم القيامة إلا شخص قال مثلك وزاد عليك، وتكون لك كعدل عتق 10 رقاب من بني إسماعيل. لاحظ الكلمة، قال من بني إسماعيل، ما معنى ذلك؟ معنى أنهم أحرار فأعتقتهم، وهذا هو أعظم أنواع العتق. يعني ما هو عبد تشتريه ثم تعتقه، لا، هذا هو حر لكنه أصبح عبدا فتعتقه، وهذا أعظم أنواع العتق. ثم الخاتمة يقول وكانت حرز له من الشيطان يومه ذلك، يحميك الله سبحانه وتعالى من الشيطان. فاحرص على هذه الأذكار، وكلما قلتها قلها بيقين، وأنو الخير لنفسك وسيحميك الله ويحمي ذريتك معك بإذنه تعالى. هذا بالنسبة للأذكار، هذا ما قبل العين. طيب حصلت العين وجاءت العين، إذا جاءتك العين وأصبت بالعين فاعلم أن الحل الوحيد لها هو الرقية الشرعية. الرقية الشرعية لازم تنتبه لها يا إخوان. الراقي الصحيح من هو؟ الراقي الصحيح هو الذي يعلقك بالله لا يعلقك بنفسه. انتبهوا، أنا أريد أن أذكر لكم بعض النصائح اللي أعطيها الراقي نفسه وأعطيها من يبحث عن الرقية. أما الراقي فأقول يجب أن تعلق من تقرأ عليهم بالله لا بك أنت. دائما اقرأوا سورة البقرة، الله الله 3 أيمان أكررها، أن من قرأ سورة البقرة وحافظ عليها بنية الاستشفاء يوميا، تقرأها مرة وإن استطعت مرتين، ليبطنن الله السحر مهما كان. وأنا أمام عيني رأيت امرأة صالحة كان سحرها مدفون منذ 33 سنة، استمرت تقرأ البقرة شهرا كاملا حتى نطق من فيها اللي هو حارس السحر في جسدها، وقال والله لقد أحرقت السحر بأكمله بقراءتها سورة البقرة. لا تدركها العطلة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عود من تقرأ عليهم بأن يقرأوا سورة البقرة، عودهم على الأذكار الصحيحة، عودهم على الصلوات في أوقاتها، عودهم على الدعاء أن يكون بيقين، وأن يكون قلوبهم معلقة بالله الشافي هو الله ويدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون الراقي هو الشافي، الراقي مجرد سبب. كذلك علموا من ترقونهم أن يعينوكم على أنفسهم، لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يريد من الرقاه أن يرقونه وهو لم يحصن نفسه ولم يترك الذنوب التي كانت سببا في أذيته ولم أيضا يفعل الأسباب التي تساعد الراقي. الراقي يريد مثلا منك أن تستخدم عشوة معينة هو جربها واكتشف أن فيها أثر. الراقي يريدك أن تحصن نفسك. الراقي يريدك أن تقلع من الذنب. ولذلك انصحوهم أن يعينوكم على أنفسهم حتى يكون لهذه الرقية أثر بإذن الله تعالى. ثم أقول أيضا إلى من يبحثون عن الرقية، إذا وجدت شخصا يكثر من الثناء على نفسه فلا تحرص عليه. إذا وجدت شخصا يستغل الرقية بالمال، في فرق بين من يستغل الرقية لأكث كسب المال وبين من يرقي فيأخذ المال. يعني إذا أخذ المال المعقول هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يأتي بعض الناس فيوهمك بأمراض ليست فيك من أجل أن يبتز مالك لا تحرص عليه، هذا رقيته مهما كانت سبحان الله لا أثر لها. أيضا إذا وجدت الراقي يستخدم ألفاظ غير معروفة وطلاسم لا تذهب إليه، هذا مشعوذ وليس براقي. إذا رأيت الراقي ليس عليه أثار طاعة الله لا تحرص عليه، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يطلب منك مثلا اسم والدتك، يطلب منك شيء من ملابسك، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يعلقك بأفعال
واضح عليها الشرك، كأن يطلب منك أن تذبح شيئا ما، أو أن تدفن شيئا ما، أو أن تتقرب قربانا لغير الله، ابتعد عنه، هذا ليس براقي. هؤلاء هم الكهنة، هؤلاء هم المشعوذون، هؤلاء هم الذين يضيعون دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. إخوان الكرام، العين حق، ويجب علينا أن نجتهد في تحصين أنفسنا، ونعلم علم اليقين أن الله تعالى مع العبد كلما كان العبد قريبا من ربه. وأختم كلامي بفائدة جميلة بسيطة: أحيانا الإنسان ينزل في منزل فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم بعد ذلك يصاب بشيء يؤذيه. هنا فهم خاطئ عند بعض الناس، أنك إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات معناه أنه لا يصيبك شيء. لا، نص الحديث أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات فأي منزل لم يضره شيء، لم يقل لم يصيبه شيء، قال لم يضره. يعني قد يصيبك الأذى لكن لا يضرك، ما دمت قد حصنت نفسك بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاحرصوا على القرب من الله وكثرة الذكر. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل شر، وصلى الله على نبينا محمد. من رحمة الله أن الله أعطاك فرصة، إذا قمت الصباح وقد حييت قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. احمد الله أن الله مدد في عمرك وأعطاك فرصة يوم جديد علشان تمسح الخطأ، وتحاول أنك تبني شيء جديد ينفعك إذا وقفت أمام الله عز وجل. وأنا أحذر نفسي وأحذرك معي من محبطات الأعمال. شوفوا يا إخوان، اجتهدوا في أعمالكم في البحث عن المباركات، الأشياء التي تبارك أعمالك، وابتعدوا عن المحبطات. ما هي المباركات مثلا؟ المباركات مثلا البكور، احرصوا دائما على البكور. المباركات، ابحثوا عن الأعمال المضاعفة. في أعمال الآن قليلة في الأداء عظيمة في الثواب، مثل إيش؟ مثل الصوم مثلا، من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار كم؟ 70 خريفا. الذكر، الذكر من الأعمال التي تضاعف. سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده بداية كلماته. تدري ايش معنى الكلام هذا؟ يوضع في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ هل يستطيع أحد أن يحصي عدد الملائكة وعدد الجن والإنس والطير والبحر وإلى آخره؟ ما تستطيع. هذه شوف، هذه أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إيش خير لي مما طلعت عليه الشمس. كل ما تراه لا يعادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع. فأحرص إذن الأعمال المباركات. ما الذي يكثر الحسنات ويمسح السيئات؟ ما الذي تكثر به الحسنات وتحط به الخطايا؟ ثلاث تعرفونها، كثرة الخطا إيش؟ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط. فأنت تبحث عن كل عمل مبارك، كل عمل يكون فيه مضاعفة احرص عليه. من الأعمال المضاعفة الجميلة قضاء حوائج الناس. يعني خلك ذكي يا أخي، عندك مشكلة رح في حوائج الناس اشتغل فيها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه، كمل الحديث، كان الله في حاجته. إذا أنت عندك أي مشكلة إلجأ إلى الله من خلال خدمة الناس، علشان الله عز وجل يتولى أمرك ويفرج عنك. إذا ابحث عن أي شيء مبارك واعمله علشان تتضاعف لك الأعمال. لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن أعمارنا محدودة ولكن أجورها عظيمة جدا ولا حصر لها. ثم احذر أيضا من المحبطات. ما هي المحبطات؟ ترى مشكلة لما تعمل وأعمالك لا ترفع إلى الله عز وجل. هل في ناس أعمالهم لا ترفع إلى الله يا إخوان؟ من هم؟ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ويقول الله تعالى: أمهلوا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تقاطعوا فيما بينهم. انتبه من قطيعة الرحم. ترى يمكن أنت الآن تأخذ الموضوع عزة نفس، ولا تأخذ الموضوع لا 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 لا، في أمور الدين خل عزة النفس هذه بعدين، في أمور المرجلة وأمور الطيب وذهب عليه، لكن في أمور شيء بيأطلك عن الله لا.
بادر واقبل على ربك، لا تغلب حظوظ النفس على علاقتك مع الله عز وجل. مراد الله مقدم على مراد نفسك. ولذلك اعف واصفح، فوالله أقسم كما أقسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثة أقسم عليهن ما زاد عبد بعفو إلا إيش؟ إلا عزة. والله ما تنازل عبد عن قطيعة إلا وأعزه الله عز وجل. فهذه القطيعة ابعد عنها ولا تجعلها تسيطر على قلبك، ولا تجعل الشيطان يتمكن من نفسك. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا من محبطات الأعمال مثلا الحسد. الحسد يا أحبابي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش؟ إيش مشكلة الحسد؟ مشكلة الحسد أنه من الذنوب التراكمية. في ذنوب تراكمية. كيف يعني تراكمية؟ يعني مثلا الآن واحد مثلا شاف له مثلا منظر محرم، هذا خلاص، هذا بس نظرت وذنب واحد. الحسد لا، مو مثل كذا. الحاسد يكذب، الحاسد يقاطع، الحاسد يقع في النميمة، الحاسد يقع في البهتان، الحاسد يأكل يمكن أحيانا أموال الناس، الحاسد يظلم. شوف كم ذنب ترتب على الحسد. عشان كذا ابعد عن هذه الذنوب اللي تحبط أعمالك، تحرق حسناتك. تلقاك شغال في الليل وقيام ليل وصيام نهار وحسناتك تحترق. أيضا ابعد عن حقوق الناس، ترى هذه من أكبر المصائب. الذنوب يا أحبابي نوعين، نوع بينك وبين الله ذنوبك الخاصة، ونوع بينك وبين الناس. الذي بين الله الأصل فيه الرحمة، وربك رحيم، توبة صادقة تمسح كل ما بناه الشيطان. يعني الشيطان يشتغل عليك 70 سنة ثم تتوب توبة صادقة وتأتي إلى ربك وقد أصلحت صلاتك وحافظت على توحيدك، يقابلك الله بغرابها مغفرة. ربك رحيم، الله ما يبي يعذب العباد يا أخوان، الله يريد أن يرحم العباد، لكن المشكلة في حقوق الناس، هذه المشكلة. ولذلك لعلي أختم كلامي بمثال. الآن يا أحبابي لو أنك مثلا عسكري وجلست في العسكري لك 30 سنة وأنت تخدم، وبعدين بعد ما انتهيت من الخدمة تعبت لك 30 سنة وأنت في شقة ومن قبر الفجر وأنت صاحي وتدريبات وسهر وليل وعيالك ما يشوفونك أحيانا الأسبوع لأنك مرابط وإلى آخره، يوم خلصت صرفوا لك بدل نهاية الخدمة، أعطوك مثلا لك 30 ألف 40 ألف، وقل هذه نهاية الخدمة. ربعك وخوياك سووا لك ذيك العزيمة، يا مرحبا فلان الله يوفقك ويسعد قلبك ويستر عليك، أخذت معك الخدمة الحين معك 40 ألف هذه، وقلت لهم والله أني أحبكم يا أخوي، يعني تحركت النخوة في قلبك والكرم جاءك ما شاء الله، ما أدري من ينصب عليك، خذ يا فلان هذه لك الهيل، وانت لك 3 وانت لك 5 وانت لك 10، ما شاء الله ما خلصت العزيمة إلا أنت موزع هالقريشات على الناس. هذا سفيه ولا عاقل يا أخوان؟ جابون سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه. عيالك اللي لهم 30 سنة ينتظرونك تشتري لهم بيت ولا تصلح أحوالهم في هالخدمة هذه، بدل الخدمة تقوم بس توزعها في لحظة. أسألكم بالله أيهم أشد سفاهة، الذي يوزع فلوسه في الدنيا ولا اللي يوزع حسناته يوم القيامة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ كم من الناس سوف يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، لكن يأتي وحلقه مليان سفك دم هذا، أكل مال هذا. ترى شوفي حوالي حديث المفلس، ركزوا فيه، ترى ما ذكر ولا ذنب بينك وبين الله. من المفلس؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، ولكن يأتي، هل قال زنا؟ ما قال زنا. هل قال شرب خمر؟ ما قال شرب خمر. قال يأتي وقد أكل مال هذا، هذه حقوق صح ولا لا؟ وسفك دم هذا، هذه حقوق، وظلم هذا، هذه حقوق. ولذلك انتبهوا من حقوق الناس. هذه اللي ما يمكن أبدا أن تتنازل فيها، ولا بد أنك تحرص منها. فأقول إخواني، نحن سعينا، نحن سعاة في هذه الأرض، فلنحسن السعي ولنحسن الاتجاه، ونحاول أن يكون يومنا خير من أمسنا، وأبشروا بالخير. فإن من كرم الله عز وجل لعباده أن الله تبارك وتعالى جعل علينا ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يكتبون أعمالنا الطيبة والسيئة، والطيبة تضاعف، والسيئة مجرد ما أنت تتوب إلى الله يخلصك الله منها، بل ويبدلها إلى حسنات، لأن الله تعالى يحب أن يرحم العباد. والله يريد أن يتوب عليكم،
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا على النار وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر. كلنا مجبولون على حب المال، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال، قذف في قلبك حب المال ثم قال لك هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي. لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر، ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر. ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا اخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر. صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف؟ الان مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا، هذا الذي يعيث في الارض شرا وفسادا وينشر الرذيله في كل مكان ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له، لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم، الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه، غره جنوده، غره زبانيته، غره المرجفون حوله، وبدأ يظلم ويبطش سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته، يظلم ويبطش يستغل قوته. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية، يقول له الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي يستهزئ حتى في دين الله ولا الذي يعيش على معاصي الله، يقول الله عز وجل له انتبه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الله عز وجل يصبر، لكن في نهاية الصبر هناك حساب، وهذا هو عدل الله عز وجل، أن الله يمهل العبد، يصبر على العبد، يفتح له الفرص لعله أن يتوب. ولذلك يا إخواني إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين لا تظنوا أن هذا عجز من الله عز وجل، لا، تعالى الله عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه، قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة.
ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العباد. طيب وحقوق الناس والناس المظلومة؟ لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، لكن هذا ينجو من النار، وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل. لكن ربي لا يحب أن يعذب عباده. إذن يا إخواني، أولا نعلم ما معنى الصبور، هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة، الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة. الثانية، اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء، لا، كل صبر له نهاية عادلة، سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم، وهذا تمام عدل الله عز وجل. المسألة الثالثة، اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان. واسمع لهذا الحديث، علشان إذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد، تركت النوم وأتيت إلى بيته، تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون، ثم وقفت بين يدي الحي القيوم، لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر. إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأنت ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله، لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك، لا يضيع هذا عند الله. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟ أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد، فرجع الناس إلا هو صابر، وقف يدافع عن دين الله. هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله، والله لا يخذل. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان، وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم، لا يخذلون من خلفهم. هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال: الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء، ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر أيضا؟ أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم، والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا، قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. إذن يا إخوة، لازم نصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل. نصبر حتى فلا نؤذي الله. هل نؤذي الله؟ نعم نؤذي الله عندما نسب الدهر. كم من إنسان يسب اليوم الذي رآك فيه أو الساعة التي رآك فيها؟ أنت هنا تؤذي الله عز وجل، فلا تؤذي الله بهذا الكلام. اصبر نفسك عن هذا الأمر، لأنه يغضب الله عز وجل. إذن هذا المبحث الرابع، وهو الصبر على مرضاة الله. اصبروا يا كرام، فوالله إن مع الصبر الغنم، مع الصبر الفوز. هذه التقوى ليست شيء نشتريه، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، رقة القلب، الهداية، هذه كرامة من الله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون. ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله، لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة ومصابرة الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الموضوع يحتاج إلى صبر، ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل. أيضا يا إخوة، نريد الصبر في أخلاقنا، في تعاملاتنا، في تعاملاتنا مع الناس. عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصني، قال لا تغضب، أمسك نفسك عن الغضب. وليس الشديد بالسرعة، ما هو الشديد اللي يضرب الناس، الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. اصبر مع زوجتك، عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة، اصبر عليها يا أخي، أن ترضى منها خلقا تكره خلق ترضى خلق آخر. اصبر اصبر. أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل، اصبري واحتسبي رحمة بأطفالك، سترا لعرضك، سترا لوالديك. لماذا؟ لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل. الصبر يا إخوة نريده حتى مع أولادنا. بعض الناس إذا أخطأ ابنه دعا عليه الليل والنهار وسبه بكل أنواع السباب. لا يا أخي، لا تدعو على ابنك، قد تصدر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك وانت ما تشعر. امسك نفسك يا أخي، واصبر، اصبر في تعاملك مع الناس. إذا 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 قابلت الناس، يعني الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كيف تريد العز وتريد الوجاهة وتريد الجاه وتريد المكانة وأنت لا تصبر؟ لازم تصبر. الصبر هذا مطلوب يا إخوة في التعامل مع الناس، كما أنه مطلوب في العبادة. الصبر عند الأقدار، وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلى، إذا ابتليت فاصبر، إذا ابتليت فاصبر. إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة، مرض كلى، مرض أي أمر، وما أكثر الأمراض، لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها. اصبر. لماذا؟ لأن الله قال كلمة عظيمة، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويوم القيامة يود أهل العافية لو يرجعون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من شدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. إذن اصبر يا صاحب البلاء، يا من ابتليت ما بإعاقة ولا بمرض، اصبر اصبر، فوالله إن الله أرحم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعلمها ربي عز وجل. ماذا يقول؟ يقول وبشر الصابرين. خلونا نشرح لكم الآية كلها، نأخذها مع بعض. شوفوا جمال الآية، لما يقرن لك الله عز وجل الصبر بأعظم عبادة، لما يقرن الله عز وجل الصبر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. ثم ماذا قال الله؟ قال ولنبلونكم بإيش؟ هل قال بالخوف والجوع؟ قال بشيء. ما معنى كلمة بشيء؟ يعني مو دائم خايف، أنت يجيك خوف بعض الأحيان صحيح، لكن معظم الأيام آمن، وبشيء من الجوع، معظم الأيام شبعان، يعني جاك شوي جوع. والمرض معظم الأيام أنت صحيح، لكن يجيك شوي مرض. إذن الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلاء، إن أخذ منك شيء أعطاك أشياء أخرى، لا يمكن. هذا هو من رحمة الله. ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت عندك مشكلة واحدة، لكن عندك خيرات كثيرات. وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء الله على أنه عطاء، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل. عندما يراك الله وهو يبتليك فترضى، فأبشر بالخير.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، من المبشر؟ الله جل جلاله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا دلالة أو يعني اقتباس جميل. ما هي الآية التي بعد هذه تعرفونها؟ قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني الآن قاعد الله عز وجل يتكلم لك عن الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. يعني هذه الآية جت هنا وكأنها تذكرنا بأعظم من ابتلي بإبراهيم الخليل وابنه وأمه الذين رماهم في وسط الصحراء استجابة لله وصبر. صبر وجل المرأة تركض ما بين الصفا والمرأة أم إسماعيل. ربط، ترى ربط جميل يا إخوة بين هذه الآية والتي قبلها. إذن المهم يا أيها المبتلى أصبر وأبشر بالعاقبة من الله عز وجل، بس أهم شيء الرضا. أيضا يا إخوة إلى كل من مات له قريب، رسالة إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كله شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتلي الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر. وأحيانا للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلونا أعطيكم قصة أسلي فيها كل صاحب أو كل إنسان مات له حبيب. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد، وفعلا أحب هذا الغلام أحبه، حتى صار هذا الغلام يعني عمره سنتين أو ما يقاربها، خلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه، مات هذا الابن بين يديه. فحزن حزنا شديدا وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة، ابحثوا عنها وقرؤوها واسمعوها. المهم ما الشاهد؟ بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام فقال ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال غفر لي وأدخلني الجنة. قال بماذا؟ قال ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه
قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح؟ راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات على لا إله إلا الله. فلذلك اصبر اصبر، فالله عز وجل لا يضيع أبدا أبدا أجر الصابرين. إن كل عبادة يا إخوة مبنية على الصبر لا حد لأجرها. مثل إيش؟ مثل مثلا الصيام. الصيام هو الصبر، صح ولا لا؟ صبر النفس عن الشهوات وعن المحرمات وعن المآكل وعن المشارب، ماذا له عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه عندما يقف العبد ليؤخذ من حسناته يوم القيامة، فيؤخذ من كل الأعمال، لما يصلون إلى الصوم يقول الله هذا لي لا تأخذ منه. إذن صومك مرصود ولا يضيع عند الله عز وجل. لماذا؟ مبني على الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحج في صبر ولا لا؟ وتعب وبذل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ إلا الجنة، ما له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ مبني على الصبر. وهكذا كل العبادات لما تصبر فإن مآلها إلى الجنة. بقي أن أقول إذا دخل أهل الجنة الجنة تخاطبه الملائكة بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن يا إخوة فلنتعلم الصبر في حياتنا، وأن نحاول أن نتعود على هذه الفضيلة العظيمة، فنصبر عما لا يرضي الله، ونصبر على طاعة الله، ونصبر على أقدار الله، ونصبر على الناس والتعامل معهم. إن من رزق الصبر فقد رزق الخير الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن اسم لطيف جميل عظيم من أسماء الله عز وجل، وكل أسماء الله حسنى، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الموفقين المسددين لرضوانه. حديثنا اليوم عن اسم الله تعالى الودود. الودود هو الحبيب، وهو المحب، هو المتودد لعباده، هو الذي يفتح لهم آفاق الآمال التي لا تنتهي، والذي يعاملهم بفضله وطيبه وإحسانه ورحمته. وهنيئاً لمن كسب محبة الله وخرج من الدنيا وهو حبيب من أحباب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يصف حال العباد فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ماذا يا رب؟ قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا حال الذين لا يحبون في الله ولا يتحابون فيه، يتبرأ كل منهم من صاحبه. لماذا؟ لأن الذي لا يحبه الله
ضائع في دنياه وضائع في آخرته. أما الذي يقدم مراد الله ومحبة الله وحب الله فهو والله الناجي. ولذلك سبحان الله في سورة آل عمران لما ذكر الله عز وجل أن العباد مكشوفون لله ولا تخفى عليه خوافيهم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومع ذلك اللطيف ماذا يقول؟ يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم ماذا قال؟ قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة؟ قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أحباب الله يجدون من الله عز وجل كل الحب. لماذا نحب الله؟ نحب الله لأن الله خلقنا في أحسن تقويم، كلنا خلقنا في أحسن تقويم، في أجمل منظر. لم نتصرف في خلقنا ولم ندبر في أرحام أزوجاتنا خلق أبنائنا، بل ربنا هو الذي تكفل بذلك. نحب الله لأن الله تكفل بتدبير أرزاقنا. نحب الله تعالى لأنه لم يحملنا هم تشغيل أعضاءنا. من منا متول أمر قلبه أو متول أمر كليته؟ الله تبارك وتعالى تكفل بذلك وريحك في هذه الحياة، لأن الله تعالى منحنا روح تحب، روح تضحك، روح تتألم، روح تسعد. هذه الروح العظيمة منها هي هبة من الله سبحانه وتعالى وهبنا الله إياها. نحب الله لأن الله أكرمنا فجعلنا من أمة أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحب الله لأن الله تعالى وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض. نتعب 30 سنة 40 سنة ثم نأخذ جنة لا تفنى ولا تبيد، ألا يستحق الحب من أعطانا كل هذا العطاء؟ نحب الله تعالى لأن الله أعطانا عقولا نفكر بها ولم يجعلنا كالبهائم. نحب الله لأن الله ما قنطنا أبدا من رحمته، أبدا ما قنطنا من رحمته، بل ينادينا، ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحب الله لأن الله تعالى أعطانا الثواب العظيم مقابل الأعمال اليسيرة. نحب الله لأن الله وضعنا على طريق الجنة. نحب الله لأن الله كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ليسمع دعاءنا ويسمع استغفارنا، بل إنه جل جلاله يفرح بتوباتنا أشد من فرحة ذلك الذي كاد أن يهلك فأحياه الله من الممات. ألا يجعلك هذا تحب الله؟ ألا يجعلك هذا الأمر تحب الله وتتعلق فيه عندما تعلم أن يداه مبسوطتان، مبسوطة بالليل يتوب مسيء النهار ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ألا تحب الله وأنت تعلم أنك لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة؟ ألا تحب الله؟ نعم نحب الله لأنه أعطانا هذا كله. نحب الله لأنه لم يجعل بيننا وبينه حواجز. أسهل من نتعامل معه والله، قل الله أكبر في صلاتك، يقول الله أزيل الحجب بيني وبين عبادي. قل الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هل تعلم أنك في كل صلاة تناجي الله عز وجل وأن الحجب مفتوحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ نحب الله تعالى لأننا كلما ذكرناه ذكرنا، كلما اجتمعنا في ملأ فذكرناه فيه يذكرنا في ملأ خير من الملأ الذي ذكرناه فيه. نحب الله تعالى لأنه يباهي بنا ملائكته. ومن نحن؟ من نحن؟ نحن نطفة في أو نقطة في بحر ملكوته العظيم الذي لا ينتهي، ومع ذلك يذكرنا جل جلاله ويزيدنا إن شكرناه، ويقبل علينا إن أقبلنا إليه، ويغفر لنا إن نحن استغفرناه. نحب الله تعالى لأن عاقبة حب الله عظيمة.
تأمل هذا الحديث العظيم ما أجمله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا. يا الله يا الله، يوم أن تفوز بحب الله وولاية الله، فيكون الذي يحميك هو الله، والذي ينصرك هو الله، والذي يدافع عنك هو الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف نكسب ولايتك يا الله؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يريد منك إلا ما فرض عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب. وكلمة يتقرب فعل مضارع يفيد الاستمرار، ما هو يعبد عبادة وحده ويجد، لا، يتقرب دائم لا ينقطع الاتصال بالله. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. يعني إذا أحبك الله فإن الله يحمي عينك من النظر إلى الحرام، يكره إليك العصيان ويحبب إليك الإيمان، يكون يدك التي تبطش بها فلا يمكن أبدا أن تظلم. الله لا يحل في عباده، تعالى الله جل الله، لكن الله عز وجل يعصم عينك، يعصم لسانك، يعصم إذنك، يعصم يدك، تجدك معان على طاعة الله، تقوم بلا نداء. الفجر أسهل عبادة عليك، صلاة الفجر مع الجماعة ما تتعب، لماذا؟ أعانك الله، يحب منك العبادة، يحب منك الطاعة، فيعينك، يأخذ بيدك حتى تصل إلى الجنة. نسأل الله كريم من فضله، نحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا أحب العبد مباشرة ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان. يا أخي ألا يسعدك أن يسطر اسمك في السماوات؟ ألا يسعدك أن تعيش بين الناس والملائكة تنظر إليك وتقول: هذا حبيب الله فلان؟ خلى الله يحبك وبشر بالخير. ينادي جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. جبريل ماذا يعمل؟ مباشرة ينادي: يا ملائكة السماء. وكم هم ملائكة السماء؟ إذا علمت أن السماوات بطولها وبعرضها وضخامتها ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد لله أو راكع، كلهم يستجيبون لنداء جبريل: إن الله أحب فلان فأحبوه، فلا يبقى ملك في السماء إلا أحب. ثم بعد ذلك يطرح الله له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض. يحبك أهل الأرض، يحبك أهل السماء، يحبك الله. ما الفائدة من حب الأرض وأهل الأرض لك؟ لما مرت تلك الجنازة على قوم وهم جلوس، قالوا: هذه جنازة من؟ قالوا: هذه جنازة فلان. قالوا: فلان رحم الله فلان، الرجل الصالح فلان، وبدأوا يثنون عليه بخير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: أنتم شهود الله على خلقه. نسأل الله الكريم من فضله، هذا حب الله. حبك أهل السماء، ما الفائدة من حب الملائكة لك؟ من الذي يسجل أعمالك؟ من الذي يقبض روحك؟ من الذي ينزل معك تحت الأرض؟ من الذي يحشرك إلى السماوات؟ من الذين تفتح لهم الملائكة؟ ولذلك سبحان الله، روح المؤمن إذا قبضت ترتفع تحملها الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما من ملك إلا ويتمنى أن تمر من عنده من جمالها وجمال ريحها وحب الله عز وجلها. إذن هذا هو حب الله عز وجل لعباده، حب الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا رحلنا إليه توالت عطاياه. الآن يحبك الله، يحبك أهل السماء، يحبك أهل الأرض، فإذا بدأت القرب والرحيل إلى الحبيب جل جلاله تبدأ البشائر. فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يا لها من وعود جميلة. ولذلك المؤمن إذا تمدد وبدأت روحه تغرغر والناس حوله يبكون يضحك. اعمل لي ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم موتك إذا بكوا تكون ضاحكا مسرورا. لما ولدت كنت تبكي واللي حولك يضحكون. الموت نبغاك تضحك لأن اللي حولك سيبكون عليك. العكس سبحان الله. من هو اللي يضحك؟ هو الذي إذا تمدد ووصلت روحه الحلقوم نزلت إليه ملائكة ينظر إليهم يقولون له ألا تخافوا مما هو أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين يحبهم الله يستعملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يهيئ له خاتمة حسنة أو عمل صالح يموت عليه. ولذلك تنزل الملائكة ثم تخرج روحه كالقطرة تخرج من في السقاء وما أن تخرج روح المؤمن بسهولة حتى تتلقفها الملائكة وتعرج بها إلى السماء. وكلما مروا على ملك من الملائكة قال روح من هاته الروح الطيبة من عظمة رائحتها وجمالها حتى تصل إلى السماء السابعة ثم ترجع مرة أخرى لأن الله لم يأذن أن ترفع إليه في يوم القيامة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا نزل المؤمن مجرد ما أن تنزل روحه وهو محمول على أكتاف العباد يقول أسرعوا بها أسرعوا بها. الناس تصيح تحته يبكون وهو فرحان لما هو مقبل عليه لأنه خرج من سجن الدنيا إلى جنة الآخرة. فإذا أنزل في قبره يأتيه ملائكة المؤمن حبيب الله هل يؤذيه ربنا؟ أبدا. تأتيه الملائكة التي أحبته لحب الله له ما دينك من نبيك؟ ثم بعد ذلك يسألونه ينطقه الله لأن الله لأحبابه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله الكريم من فضله. ثم يرى يساره فإذا به يرى النار فيخاف فيقال لا هذا مكانك لو أنك عصيت الله. انظر يمينك فيرى الجنة فيقال هذا مكانك لأنك طعت الله. لذلك يبدأ ينادي يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. ثم تقول للملائكة لا نوم الآن نوم العروس. نوم العروس في قبره؟ أحد ينام نومة عروس في تحت في المقبرة؟ الناس فوق ما يستطيعون يقفون على قبره من شدة الحر وهو في ينام نوم العروس؟ وتأتيه من روح الجنة وريحها. لماذا؟ لأنه حبيب الله. وتمر السنين وهو نائم نومة طيبة آلاف ملايين السنين لا يشعر بها. فإذا حشر الناس وأتي بهم إلى يوم المحشر يوم القيامة يخرج مع الناس لأن هذا هو مآلنا. ما الذي يفعله الله به؟ يظله يوم في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فتمر عليه الخمسين ألف سنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة المكتوبة يعني مثل صلاة الظهر أو العصر. وهو آمن في وقت يخاف فيه الناس في وقت تشيب فيه الولدان في وقت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هو آمن هناك في ظل الله يوم لا ظل. لماذا؟ لأنه حبيب الله. ثم إذا كان يوم الحساب يستره الله فلا يراه أحد إلا الله. ثم إذا كان المرور على تلك الظلمة التي بين الميزان وبين الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يتمنى؟ أتمم لنا نورنا. فإذا أتى على النار يمشي تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري. ثم بعد ذلك يدخل إلى جنة الله. إذا كان
أقل الناس منزلة في الجنة يسير في أملاكه آلاف السنين، ويعطيه الله تعالى ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا بل عشرة أضعافه، هذا أقلهم كيف بأحبابه؟ ولذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو ما نكسبه من حب الله، هذا الذي يجعلنا نجيب على جواب لماذا نحب الله. يا أيها الناس، ربنا متودد إلينا، كم يتودد الله إلى عباده يا إخوة. خير الله إلى العباد نازل، وشر العباد إلى الله صاعد. خلقنا الله عز وجل وعبد الناس غيره، ادعوا أن لله ولد وهو لا إله إلا هو جل جلاله، ما غضب عليهم وإذا تابوا قبل توباته، أرزاقه لا تنقطع عن الناس، ويشكر غيره ولا يشكر هو جل جلاله، يتقرب إلى العباد والعباد تصد عنه، ومع ذلك يصبر عليهم ويحلم، بل إنه يأمر ملائكته فيقول إذا هم عبدي بالحسنة اكتبوها ولو لم يعملها، وإذا هم بالسيئة فلا تكتبوها إلا إذا عملها، وإذا تبت مسح الله لك كل ما مضى. هذا حب الله. فيا أيها الناس، هذا هو الودود، هذا هو الودود المحب لعباده الذي لا يقنطهم من رحمته، والذي يفتح لهم أبواب الخير، والذي يعينهم دوما على الوصول إليه. فلنحب ربنا، يجب أن نحب الله. كيف نحب الله؟ حب الله ليس كلام نقوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حب الله نصل إليه من خلال اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، حب الله بأن نعمل ما يحبه. من أراد أن يعرف مكانه عند الله فلينظر إلى مكانة الله في قلبه. إيش مكانة الله في قلبك؟ الله يحب الصلوات، إيش ما هو حجم الصلاة في فؤادك وفي قلبك؟ الله يحبك أن تبر الوالدين، يحبك تترك الحرام، يحبك تقبل، يحبك تتوب، يحبك تدعو، يحبك تشكر، هل أنت كذلك؟ الحب ليس كلام، الحب عمل. ولذلك الإيمان يا إخوة يرتكز على الحب والخوف والرجاء. تحب الله فتنطلق إليه حياء منه وحبا فيه، وأيضا تخاف من عقابه، لأنه إذا غضب فغضبه شديد، وترجو رحمته لأن رحمته وسعت كل شيء. تجمع بين هذه الثلاث الأمور وتمشي على منهج الله وتثبت على ما يرضي الله. إذا عشت على هذا أبشر بخير، فأنت تتعامل مع الذي لا يضيع عنك ولو مثقال ذرة. ترى يمكن أنت ناسي صدقاتك اللي تصدقتها العام الماضي، هل تذكر كم مرة تصدقت من سنة إلى الآن؟ تذكر؟ ما تذكر، لكن الله يذكر. هل تذكر كم سبحت الله من مرة؟ ما تذكر. هل تذكر كم صليت على رسول الله؟ ما تذكر. هل تذكر كم خطوة أتيت بها إلى المسجد؟ أنت ما تذكر، لكن كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. لماذا؟ حتى لا يظلمك شيء. ويعطيك بعد أيام جايك رمضان، هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويا حسرته من مر عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، لأن هذا الموسم هو أعظم المواسم التي يحبها الله عز وجل. فيا من تريدون حب الله، الله أثبت لنا حبه لنا بكل هذا الخير الذي نحن فيه، فلنقبل عليه حياء منه وحبا له ورجاء بما عنده وخوفا منه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا حبه وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه والعتق من نيرانه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.